ازاي اقدم وانجح على وظيفه امن في شركه او مؤسسه. الحقيقه انه اغلبيه الشركات في الوقت الحالي بتعين مش الامن داخلها في بتتعاقد مع شركه خارجيه، وشركه خارجيه هي اللي بتتولى عمليه الامن. طيب وانا بقدم اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي من حاجه، هم عاده بيهتموا باكتر من حاجه، بيهتموا اولا بشكلك بمظهرك. عاده مش هقول لك انك تكون يعني ملك جمال او شكليا جميل جدا، لا، هم بس بيهتموا ان شكليا تكون متوضب. يعني متوضب يعني شعرك يكون مظبوط، دقنك تكون مظبوطه، بالنسبه لك يكون الضوافر تكون يعني تكون هيئتك سليمه. لما تروح لهم تروح لهم بلبس مظبوط، دي وظيفه الامن. عاده بيهتموا بالحاجات دي، ودايما وانت بتتكلم معاهم تكون فكره الامانه ان انا امين وان انا بخلي بالي من التفاصيل. يعني دايما تديهم الامبريشن ده او تديهم الكلام ده علشان يقبلوا بيك. مفيش شروط كتيره معقده عاده، لان عاده المرتبات بتكون قليله. لكن انا نصيحتي ليك حاول بس توضح لهم انك ملتزم جاد نوعا ما، عندك ثقه بنفسك، لان هي دي مواصفات الفرد الامن اللي بيشتغل في اي شركه او مؤسسه، وهو دي الشروط. ممكن في بعض الاماكن بتقبل ناس مؤهل متوسط، وفي دلوقتي نظرا لظروف البطاله بيقبلوا ناس مؤهلهم عالي. فهي دي الشروط، وربنا يوفقك ان شاء الله، ودايما يكتب للناس الخير.